التعزيزات العسكرية التي تدفع بها قيادة التحالف العربي برا إلى شرق وشمال العاصمة صنعاء بدأت تشكل خطرا حقيقيا على ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح. تواجد القوات العسكرية في مأرب والجوف يعد نقطة انطلاق لتوسيع العملية العسكرية لتحرير الجوف والمناطق المتبقية في مأرب، وهو ما لم تتراجع عنه قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي، حيث بات واضحا من خلال التصريحات التي أطلقتها قيادات عسكرية. مؤخرا وصلت تعزيزات عسكرية إلى منطقة الكنائس الواقعة بين مأرب والجوف، وتضم أسلحة ثقيلة مختلفة لتعزيز تواجد القوات العسكرية على أطراف الجوف وفي انتظار انطلاق ساعة الحاسم. ويسعى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالتنسيق مع قيادة التحالف العربي إلى تعزيز تواجدهما في كافة المناطق القريبة من العاصمة صنعاء، خاصة في محافظة الجوف التي باتت المنطلق الأسرع لأية عملية عسكرية محتملة صوب صعدة وعمران والعاصمة صنعاء. وفي مؤشر على اقتراب معركة الجوف، بدأ طيران التحالف العربي بتمشيط عدد من الأهداف في المحافظة، حيث استهدفت المقاتلات خلال الساعات الماضية مخازن للأسلحة تابعة لميليشيا الحوثي في وادي خبش، أعقبه سلسلة من الانفجارات. في تطورات الوضع الميداني في مأرب، تتسع دائرة المواجهات في الجبهة الشمالية في مجزر ومحيط معسكري ماس، بالإضافة إلى استمرار المواجهات في صرواح بين الجيش الوطني المسنود بالمقاومة ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح. رافقه قصف عنيف لطائرات التحالف في منطقة الحواز شمال شرقي صرواح، وسط قصف آخر للمدفعية المقاومة على مواقع الميليشيا. ولعل شداد المعارك في باقي جبهات مأرب وتدفق التعزيزات العسكرية باتجاه الجوف يجعل كل احتمالات حسم المعركة واردة عما قريب.